مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم بوقت جديد من برنامج عبر الكتاب برحب بمداخلاتكم برحب بكل اسئلتكم حول موضوع هذا اليوم برحب بيك دكتور اشرف اهلا بيك وبرحب بيك يا اخ بيتر وبرحب كمان بالاخوه المشاهدين والاخوات في كل مكان مشاهدي برنامج عبر الكتاب وقناه الحياه امين بذكركم للي متابع معانا كل اسبوع بن بنكمل النهارده في إيه؟ الصورة الصحيحة والمفهوم الصحيح من وحي الكتاب المقدس. فكرة سريعة قبل ما ندخل في الحلقة للي ما تابعش معانا الحلقة الماضية. الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن المفاهيم الخاطئة والمفاهيم الغير صحيحة لمن يفسر مفهوم كلمة الوحي. هل الوحي اللي بين ايدينا في الكتاب المقدس لفظي ام حرفي ام فكره فقط أخد الفكره واعتبر اللي كتبها كتبها باسلوبه كل ده ناقشناه مع دكتور اشرف في الحلقه الماضيه وعرفنا انه المفاهيم الخاطئه اشكالها كانت شكلها يعامل ازاي واللي حابب يرجع للحلقه اللي فاتت يقدر بسرعه يتابع معانا آه بعد ما يسمع النهارده المفهوم الصحيح يكمل الصوره بالحلقه اللي فاتت م. ياخد المو... الاثنين مع بعض عشان يبقى عارف الماده على بعضها شكلها ايه. النهارده هنتكلم بالتحديد عن المفهوم الصحيح. هنقدم النهارده المفهوم الصحيح للوحي الكتاب المقدس. آه كمان هكمل على كلامك بيتر انه الحلقه دايما بترفع على آه اسلام اكسبليند موجوده موجوده ايضا على الويب سايت بتاعت قناه الحياه حياه تي في موجوده وكمان بترفع على اليوتيوب على طول بعد الحلقه بنص ساعه دايما بتترفع يعني اللي عايز يدور عليها هي حلقه رقم اللي يدخل 200. على اليوتيوب يكتب آه. عبر الكتاب برنامج عبر 218 الكتاب 218 الحلقه اللي فاتت الحلقه اللي فاتت كانت آه. 218 218 والنهارده بنقدم الحلقه 219 آه. في مفهوم الوحي المقدس. زي ما زي ما ذكرت انه ناقشنا الاسبوع اللي فات النظريات الخاطئه عن الوحي ومنها نظريه الوحي الطبيعي ومنها نظريه الوحي الاملائي او وحي الفكره والمفهوم وترك للكاتب انه يعبر عنه او الوحي الجزئي الى اخر النظريات دي وشفنا قد ايه مخاطرها وانها بعيده كل البعد عن الفكر الكتابي وعن حتى نظرة الرب يسوع للكتاب المقدس يعني وده هنتكلم عنه طب ايه بقى المفهوم الصحيح قبل ما نتكلم عن المفهوم الصحيح حابب اعرف الوحي م. ايه هو الوحي م. لانه التعريف يساعدنا شوية على يعني فهم الموضوع م. بطريقة شاملة تمام. الوحي هو لما نتكلم عن الوحي نحن نتكلم على سياده الروح القدس على كتاب الأسفار سيادة كاملة وليست سيادة جزئية وهو بيكتب هناك سيادة من الروح القدس على الكاتب ونتيجة لهذا تتصف الأسفار المقدسة بسلطان الله ما الذي يعطي للسفر المقدس سلطان إلهي إنه هو من الروح القدس سيادة الروح القدس والمصداقيه ولانها تحمل السلطان الالهي والمصداقيه فهي خاليه منين خاليه من الخطا وده جزء مهم جدا انه بما ان الروح القدس ساد على الكاتب وهو يكتب لنا السفر المقدس فنتيجه لهذا الناتج اللي خارج نص معصوم من اي خطا ده تعريف واحد اسمه ادوارد يونج و... وليه كتاب مشهور قوي بالانجلش من زمان كتبه Thy word is truth أو كلامك هو حق م. وده التعريف اللي حطه عن الوحي نيجي لتعريف تاني عن الوحي لنفس الشخص؟ لا لشخص تاني لاهوتي مشهور قوي اسمه وين, آه وين جرودم م. ووين جرودم ليه كتاب يمكن أكثر من 1100 صفحة عن اللاهوت النظامي فحط تعريف في الكتاب عن آه الوحي قال لنا م. إيه؟ قال لنا الوحي هو سيادة الله نفس الفكرة انه سيادة الروح القدس سيادة الله وتحكمه في الكاتب البشري مستخدما شخصيته هنا ده بقى جزء مهم جدا نتكلم عنه الدور الالهي والدور البشري في كتابة الوحي سيادة الله وتحكمه في الكاتب البشري مستخدما شخصيته واسلوبه في الكتابة حتى يكتب بدون اي خطأ اعلانه للانسان وبذلك تكون كل كلمه يكتبها الكاتب البشري هي بالضبط كلمه الله التي سجلت في المخطوطات الاصليه، وعايز اقول ايه؟ عايز اقول يوم ما موسى كتب في البدء خلق الله السماوات والارض كويس؟ ربنا ما بصش من فوق كده وقال ياه يا موسى لو كنت كتبت كلمه بدل في البدء دي كانت النص يبقى احسن لا ده مش الهنا لا ده هو كتب في البدء لان الروح القدس ساد عليه الله تحكم فيه فكتب الكلمة اللي الروح القدس قصد ان تكون موجودة في النص في البدء وبهذا خرج لنا نص بالضبط هو اللي عايزه الرب خالي من اي اخطاء وده في المخطوطات الاصلية بتاعته ده تعريف تاني للوحي في كمان تعريف آخر اللي آه بس أدور على السهم هنا بيروح آه. تعريف آخر للوحي الوحي هو إيه هو يمكن حطيت ده, ده انا يمكن صيغته بأسلوب شويه مختلف هيمنة روح الله على أواني الوحي اللي هي البشر الأواني دير. دي دي سياقة حضرتك آه. آه الأواني البشرية مستخدما شخصياتهم سيادة روح الله على موسى على داوود على أرمية على إشعياء على نحميا على عزرا على متى مرؤسلو ايوحنا على بولس على كل اللي كتب ال 66 سفر هيمنه روح الله على اواني الوحي البشريه مستخدما شخصيتهم المستقله ليكتبوا اعلان الله للبشر بدون ادنى خطا في المخطوطات الاصليه. يعني النهارده بنتكلم على انه اللي كتبوه الناتج اللي كتب اللي اتكتب لما قعد بولس يكتب رساله روميا كويس و او او يوحنا يبدا انجيله في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله عندما قعد يكتب كان هيمنه كامله لروح الله عليه كويس مستخدما شخصيته ما لغاش شخصيته كويس ليكتب اعلان الله للبشر دون ادنى خطا. طيب يعني انا دلوقتي لو واحد قاعد بسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله لاول مره مثلا مم. وبقول انتوا ليه مدققين قوي وبتشاوروا قوي على الفروقات بالطريقه الدقيقه دي انه آه الكلام ما خطا والاعلان زي ما الله قصده بالظبط كتب وفي طبعا ناس بتتعامل مع النص انه نص الهي طبعا ومسوقين بالروح القدس زي ما حضرتك قلت قبل كده كل كتاب الكلمه المقدسه لكن كل واحد صاغ بالصياغه اللي هو تبان في الصياغه تربيته ونشاته وبيئته اللي اثرت على اسلوبه واختياره لتعبيراته اللي كان بيستخدمها في كتابه الوحي المقدس ايه الفرق اللي ما بين الاثنين اللي, اللي حضرتك عايز تحطه قدام المشاهد النهارده يعني انا هجاوب على السؤال ده بس م. لو جاوبت على السؤال ده يبقى الحلقه خلصت طيب <تصفيق> <تصفيق> طب نحط السؤال ده يعني اوكي <applause> <applause> فايه انا هجاوب عليه واحنا ماشيين لانه مهم جدا نقدر ناخد الموضوع كله على بعضه لإن ده هيجاوب فعلا على السؤال ده ده سؤال مهم ده الخط الفاصل, الفاصل اللي بيفصل ما بين إن انا عندي الفكرة أو المفهوم الصح عن الوحي أو انا فكري عن الوحي فكر مشوش م. كويس ال تعريفات اللي حطيناهم دول للوحي قالوا لنا خمس حقائق عن الوحي مش عايزينهم يغيبوا عن عيوننا ابدا أول حاجة في جانب إلهي الجانب الإلهي يعني النص اللي مكتوب احنا ده طبعا عكس عكس الفكره النظريه الغلط اللي اتكلمنا عنها انه الوحي هو موهبه الهام طبيعي م. كويس زي ما شكسبير وزي ما انيس منصور او زي ما من كتاب احمد شوقي بيكتب شعر كتبوا هم كمان دي كلها مواهب لا دول خاليين من الهيمنه الالهيه من السياده الالهيه م. كويس هنا بتكلم على جانب الهي اول لما ببدا في الوحي لازم اتكلم عن الجانب الالهي فقبل ما اتكلم عن الجانب البشري لازم اتناول الجانب الالهي الجانب الالهي ماله سياده وتحكم كاملين في ايه بقى بالظبط على الكاتب من ناحيه الفكره نفسها اللي بيقدمها الجانب الالهي فقط ولا الفكره والنص نفسه شوف. لا توجد فكره خاليه من كلمات يعني انا النهارده لو حبيت اوصل لك فكره لازم اقولها لك في كلمات م. والكلمه اللي هقولها ممكن تخليك تاخد فكره غلط او فكره صح عن اللي انا بقوله فالكلمة فال ال حتى اللفظ مهم م. الله عندما تواصل مع ال الأنبياء مع كتاب الأسفار لم يتواصل بأفكار لكن تواصل بكلمات وهو ان هنشوف الـ الـ حتى الرب يسوع ازاي بينزل للعهد القديم وازاي بينزل الاسفار المقدسه <applause> على انها مش افكار على انها كلمات <applause> على انها اقوال على انها حروف على انها جمل مهمه <تصفيق> <تصفيق> يعني آه ف يعني مثلا الرب يسوع قال لهم اما قراتم آه مثلا قالوا له انه آه عن آه الشخص اللي 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 اتجوز الواحدة اتجوزت واحد وبعدين مات وبعدين اخد أخوها, وبعدين مات أخوه خد, أخوها. أخوها مات أخوه خد لمين هتكون مات بقى في اللي. لمن تكون فقال لهم تضلون إذا لا تعرفون الكتب ولا قوة الله أحيوه. لأنه مكتوب أنه الله ليس إله أموات بل إله أحياء اللغة نفسها اللي استخدمها الرب يسوع دي مهمة جدا م. النحو نفسه م. النحو ها. مهم اللفظ التعبير اللفظ التعبير مهم فلما اتكلم عن الجانب الالهي انا بتكلم ان الله عندما تواصل مع موسى عندما تواصل مع ايليا عندما تواصل مع حتى هديك مثل بسيط م. فاكر يا يقيم الملك الشرير م. موسى سوري ارميه كان كتب لحد اصحاح 36 من سفر ارميه وبعدين راح يقرا للملك آه، 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 الخادم بتاعه خد السفر وراح يقراه للملك فلما قراه الملك اتغاظ وعمل ايه؟ مزقه ورماه فين؟ في, في النار كان أه يعني في آه 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 أنون كده مولعين نار راح رماه في النار تفتكر الستة 36 سفر دول ضاعوا اصحاح ضاعوا؟ لا طبعا ربنا قال لأرمية ايه؟ ما تزعلش مم. انا هديلك نفس الكلام اللي اديته لك كل اللي كتب هديهولك وكمان هدي لك فوقيه كلمات تانية واضحة الفكرة مم. فالكلمة الروح القدس هنا هو السيطرة والهيمنة الكاملة على الكاتب لكي ما يكتب بأسلوبه ما يريد الله منه أن يكون يعني ممكن تكون الفكرة مجسدة في الوحي الإلهي واضحة بس لو في حرية للكاتب أنه يستخدم اللفظ اللي هو عايزه والتعبير اللي هو يختاره يضيع المعنى؟ يضيع طبعاً الفكرة؟ طبعًا ليه؟ لأنه آه هقول لك حاجة أخد مزمور 22 م. آه داود بيتكلم عن نفسه في البداية كويس وبعدين داود وهو بيقول ثقبوا يدي ورجلي داود ما حدث برجليك رجليك وري... وإيديك آه، على ثيابي ألقوا كرة آه، النبوات،, النبوات اللي هي اتحققت حرفيا في مين؟ في المسيح آه، لو لو تركت داود يكتب بس مم. اللي هو اختبر فيه هل هيكتب الألفاظ دي؟ لا طبعا طب ليه كتبها؟ مصاب بنسبة 100% تحت تأثير وتهيمنة الروح القدس. بالظبط هي دي فحتى يعني يعني ال ال الأنبياء في العهد القديم كتبوا عن الرب يسوع. وهم مش عارفين بيقولوا إيه. هم هم عارفين إنه عن المسيح بس مش عارفين الزمن م. بس في نفس الوقت في أوصاف تتخطاهم هم. يعني أشعياء لما قالها العذراء تحبل وتلد ما كانش عارف يعني يعني انا لو حبيت اتكلم عن خبرتي مثلا بمر بألم زي مثلا ارميا او او داوود وحبيت اتكلم عن خبرتي عمري ما هتخطى مم. في الفاظي لاشياء تفوق ادراك البشري مم. كويس انك في الـ في الـ في يعني في الجانب البشري بحت اه فبالتالي آه. لو ما فيش روح الله مم. انت الناتج هيبقى جزء صح وجزء غلط. م. ولو بما انه عندك جزء غلط فانت كمان ممكن تشك في الجزء الصح. يعني 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 هتفتح الباب ازاي النهارده نقرا اي وثيقه؟ هي ده المهم. م. يعني فانا لما اتكلم عن النص الكتابي اللي بيميز الكتاب المقدس عن اي كتاب اخر هو اول جزء هنا أوه. الهيمنه والسيطره الكامله لروح الله على الكاتب البشري. ده 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 اللي بيعطي الكلمه سلطان ده اللي جعل الناس لما تقرا كلام أرمية تقول عنه كلام الله لما دانيال اللي موجود في السبي يقرا عن أرمية المعاصر له في اورشليم واللي بيقول ان ربنا هيعاقبكم سبعين سنة في السبي وبعد السبعين سنة هيرجعكم ويقول انه كما قال الرب على لسان ارمية كويس اللي جعل كلمات أرمية لها هذا السلطان هو ده الجزء الجانب الإلهي أنها كلمات كتبها بالروح القدس بسيطرة وهيمنة الروح القدس ده الجانب الإلهي ده الجانب الإلهي م. هو مش كتب فكره مين يعرف سبعين سنة م. حسب إزاي صح كويس فهو لما بيكتب 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 الجانب الإلهي مهم قوي م. الجانب البشري بقى داود شاطر في الشعر يعني يعني ربنا اداله موهبه الشعر، الجانب البشري الجانب الالهي لا يلغي الجانب البشري، لكنه يسود ويستخدم الجانب البشري. الروح القدس ما بيلغيش الجانب البشري، الروح القدس بيسود ويستخدم الجانب البشري اللي عندك كانسان. يعني يعني الجانب البشري معزول تماما عن نفسه؟ الجانب البشري مش مش معزول عن نفسه مش حكايه معزول عن نفسه يعني الت... مساق في... تحت تاثير الروح القدس اي اي شاعر مثلا لو داود لو قلت ان داود شاعر موهوب في الشعر تفتكر ان داود بس كتب 72 مزمور؟ لا اكتر تكت... تفتكر انه ما اتكلمش داود عن عن قصائد حب مم. وغزل مم. وعن حب للوطن وعن حب لشعب الله وعن مواقف شخصيه كتب فيها شعر حضرتك تقصد اكتر من من اللي موجود في بالظبط انما المقدر. النص اللي موجود ال 72 مزمور هم دول اللي الروح القدس شاور عليهم بارشاد الروح القدس م. واراد الروح القدس ان يكونوا والدليل ان هم معانا لحد النهارده بالظبط والرب ف... يسوع نفسه استشهد منهم هي دي م. النقطه فانت فالرب استخدم الموهبه اللي عنده ده موسى موسى مثلا تهذب بكل حكمه المصريين آه بولس بولس الرب استخدم اعداده م. كفيلسوف م. ك... كرجل آه بتاع الشريعه والناموس كرجل تربى وتهذب آه عند رجلي غملائيل اعظم م. معلم للناموس في ذلك الوقت آه استخدم هذه ال... 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 الاعداد عشان كده ربنا اعد هؤلاء دول ما جوش من صدفه. م. يعني الرب مش مش بيجيب واحد كده بالصدفه، لا ده هو اعد اواني. أعدهم... اعد كل واحد اعده اناء لكي ما يستخدم هذا الاناء لكتابه الوحي الإله اعدهم روحيا واجتماعيا. روحيا ونفسيا واجتماعيا وثقافيا, وثقافياً وكل حاجه. كله كان م. اعداد اله. حتى صيادين السمك. حتى خبره حتى خبره هوشع. وخيانة زوجته م. ربنا استخدمها م. لكي ما تحدث من خلاله عن خيانة إسرائيل للعهد مع الله م. يعني, يعني الإعداد الإلهي ده مهم جدا الله, لا الله مش بيشتغل كده يعني اعتباطا زي ما احنا بنقول لا ده بيصنع كل شيء حسنا في وقته هو بيعد اواني هو خد صيادين وقعدوا معاه ثلاث سنين واعدهم اعداد جيد ولما تركهم ارسل الروح القدس اليهم والروح القدس لما جم يكتبوا هو الذي ارشدهم وهو الذي قاد كل كلمه كتبوها بالضبط هي التي اراد الله ان تكون باللفظ يعني يختلف عن الوحي عن ال عن يعني الاملاء لا يعني أوه, عشان, أوه. عشان احنا المره قلنا مش املائي مش املائي لكنه م. انه لما تسود عليه للدرجه انه تحميه من الخطا م. يعني سياده روح الله بتحمي الكاتب من أن يخطئ ويكتب افكاره الخاصه أو أنه يستخدم تعبيرات بعيدة عن أو المعنى أو أنه يستخدم تعبيرات بعيدة عن, ال... عن المعنى عن المعنى آه. م. نهائي م. كويس ف... فده الجانب البشري الجانب بقى الثاني الناتج يعني نتيجة 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 إمتزاج وسلطان الروح القدس على فكر الكاتب البشري م. واستخدامه لمواهبته بيخرج عندي نص معصوم من الخطأ. اه زي زي كل بشر كل البشر الجميع زاغ وفسد وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لكن الكلمه الازلي ابن الله دخل الى عالمنا ها؟ اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس فامتزج الجانب الالهي الاله الكامل مع الناسوت فكان يسوع خالي من الاخطاء م. يسوع بلا خطيه الانسان الوحيد اللي عاش على الارض بلا خطيه انسان كامل واله كامل هنا برضو في النص الكتابي عندي نص خالي من الاخطاء ليه لان هناك جانب الهي ها؟ ساد وقدس وامتلك الجانب البشري مع إنه استخدم الجانب البشري بمواهبه يعني في سؤال ملح الحقيقة يعني <applause> ما دام ملح ملح يبقى أقوله ما أنا وأنا <applause> عن نفسي سمعته كتير واتناقشت مع ناس كتير فيه مم. وكنا بنوصل بصراحة يعني كنا بنوصل لقفله لأنه بحس بأنه تقليل من شأن هذا الكتاب ومساواته بأي كتاب في أي مكتبة حضرتك قلت كلمة مهمة من شوية إن إحنا اللي بيميز الكتاب المقدس عن أي كتاب في التاريخ هو إنه مقدس لفظاً ومعنى السؤال اللي, اللي بس سمعته كتير والحقيقة أنا نفسي حضرتك توضحه بشكل مم. يعني مفصل شوية هل معنى حضرتك اللي بتقوله ده؟ إن أنا أما أفتح الكتاب المقدس كشاب مثلاً بيفكر في عالم كله تفكير وعالم بيعلمنا التفكير و... ون... ونناقش أي نص مهما كان ون... وناخد وندي معاه ون... ونقبل اللي إحنا يدخل دماغه ما ولي... يدخلش دماغي أو ما استوعبوش أنا لي حق إن أنا ربنا اداني عقل واداني استيعاب هو عارف مديني إيه فأكيد مديني آ... إمكانيات محدودة طبعاً بس أقبل إزاي حاجه اه مقدسه وعلى عيني وعلى راسي بس اقبلها ازاي وانا لسه مش مستوعبها وازاي اخدها زي ما هي حضرتك بتقول كده وعشان حضرتك بتسدها لي من اولها انا بتكلم الكلام اللي بتسديها لي من اولها وتقولي لا ده مقدس ولفظا مقدس وهو كده يعني حضرتك ايه بتقفل بقي وبتقولي ما تفكرش ولا تساله زي لا تساله كده وهو كده وكتابنا مقدس باللفظ وما تفكرش ولا تناقشه وخد النص زي ما هو كده هل ده بيلغي تفكيري هل ده بيلغي عقليتي؟ هل ده بيلغيني؟ هل ده بيخليني في كتاب؟ قاعد كده باخد النص زي ما انا انا بتكلم باللغه اللي اللي بيتكلم بيها ناس كتير يعني في المنطقه اللي حضرتك بتتكلم فيها. جميل. في جزء مهم قوي. كتاب مقدس كتب الروح القدس. بس ما اقدرش اني اتفاعل معاه. ويكون كلمة حية بالنسبة لي بدون الروح القدس أنا كان ليا أساتذة كتير م. وناس واخدة دكتوراه واتنين ولما أتكلم على دكتوراه أنا بتكلم على دكتوراه كويس مش مجرد دال بيتحط جنب الاسم أه يعرف كل التفاصيل عن الكتاب المقدس بحر علامه لكن الكتاب المقدس بالنسبه له زي اي كتاب اخر ماده زي ما مثلا واخد دكتوراه في شكسبير او في فكر ارسطو الايات تيجي كده بسرعه بس هو حياته كلها بعيد حتى مش بيؤمن بالكتاب المقدس هو بيدرسه بس مش بيؤمن بيه كويس yeah. ليه لانه في جانب مهم قوي انه الروح القدس. الاستناره اللي بتجيلنا انا ما اقدرش افهم الرو... الكتاب المقدس و... 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 ويصير الكتاب المقدس بالنسبه لي روح وحياه بدون عمل الروح القدس. المؤلف الاساسي اللي ياخد من الكلمه دي و... 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 ويفتح عينيا ويديني استناره اني افهمها عشان كده المؤمن تقول لي واحد مثلا انت قريت كم مقدس كم كم مره يقول لك مثلا قريته 30 40 مره أو. تقول له ما زهقتش يقول لك في كل مره بقراه كاني بقراه لاول مره الأول مره الايه دي يمكن قريتها 20 مره قبل كده والسر سر الروح القدس بيجددها في عينه بالظبط وبيفتح له فيها اسراره اكتر هو ده يعني 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 ف... ف... وبياخدك الى اعماق فبتشعر تشعر, تشعر... تشعر ان انت قدام بحر سباحه لا يعبر. تشعر ان انت مهما تعمقت انت لسه على الشط. يعني يعني درس درسني برضه اساتذه اتقياء. امم و يعني في ناس اسماء كبيره قوي. انما لما يجي يتكلم عن كلمه تحس ان هو عيل صغير اا ال ال كانه بيتعلم لسه. يعني إنه بيتكلم عبري ويتكلم يوناني ويتكلم الماني ويتكلم انجليزي ويتكلم فرنساوي والترجمه دي والنص ده والمخطوطه دي يعني بحر بس الكلمه بالنسبه له ليها معنى خاص وعلاقه خاصه لانه ده روح روح الله فاحنا الكتاب المقدس ممكن يبقى طلاسم بدون روح الله عشان كده علمونا واحنا صغيرين لما تيجي تقرا الكتاب المقدس صلي قبل ما تقرا الكتاب المقدس اطلب من رب انه يزيل كل غشاوة من على عينك وانك تفهم الكلمة والرب يفهمك الكلمة وانك محتاجة مجهود محتاجة واحد يقعد ومحتاجة تقارن الروحيات بالروحيات ومحتاجة ان انت تخضع للكلمة وانك تقدرها وفعلا يعني هتلاقي نفسك كمتعلم وبتتعلم وعمال تخرج من 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 كنزة جدد وعتقاء لإنه كلمة الله حية وفعالة وأمضة من كل سيف ذي حدين. هي دي النقطة الكتاب المقدس فيه صعوبات، اه في صعوبات. فيه صعوبات، وأنا وأنا يعني أنا تخصص عهد قديم. آه ويمكن العهد القديم فيه صعوبات أكثر من العهد الجديد. أكيد. فيه نصوص صعبة. وما زالت صعبة. بس صعوبتها لا يعني إنها غلط. أوقات كثيرة الفكر الغلط ان احنا بنعمل ايه؟ ما دام صعب يبقى غلط. ما دام صعب مش ألغي. قادر افهمه يبقى الغيه. ألغي. أه. ما دام صعب يبقى مش قادر افهمه يبقى مش من الله. فروح قافل عليه. مع انه ده ده مش صح. وصعوبه النص لا تعني انه النص غلط. صعوبه النص تعني انه مش عندي الداتا اللي انا النهارده محتاجها اللي اقدر افسر بيها هذا النص. يعني يعني النهارده في اكتشافات كتيره قوي بتساعدنا على اننا نفهم النص بطريقه افضل والنصوص الصعبه اللي كانت من 100 سنه صعبه واللي مثلت لاهوتيين كتير قوي تحدي انه هل يبدو ده تناقض ولا مش تناقض؟ النهارده كل ده اتجاوب عليه م. النهارده لا اكتشافات علم الاثار وغيره اتجاوب عليها بسهوله جدا وعرفنا انه الكتاب صادق في كل ما يقول. يعني على سبيل المثال مثلا مثال خطر في بالي مثلا رؤيه بولس الرسول للمراه ونظرته لها ومكانتها في الكنيسه وكل ما قاله عن المراه ناس كتير جدا بتقول يعني عشان تهرب من النقطه دي يقول لا ده رايه الشخصي ازاي اتعامل مع نص حضرتك بتتكلم على انه مقدس ورجل الله اللي بيكتب ده رجل مصاغ بالروح القدس ازاي اتعامل معاه لانه راي شخصي انا مش بقرا كتاب لقيته في مكتبه ده رأيي الشخصي طه حسين ولا عباس آه. العقاد زي مثلا لما لما بيجي فروميا في روميا سوري في كورنثوس آه الأولى وأصحاح سبعة وبعدين يقول أقول أنا للمسيح يقول لك بص أهو ده ده رأي شخصي بقى ده رأي بولس الشخصي يبقى ده مش وحي من الله آه فك الحكاية دي آه أنا فكها عشان أنا عايز أرجع <applause> للموضوع ماشي آه بولس في الجزء ده بيتكلم عن حاجة مهمة قوي مم. بيتكلم عن لو في أسرة زوج وزوجة كويس زوج وزوجة كانوا من خلفية وثنية م. بيعبدوا الأوثان والزوجة قبلت الرب يسوع والزوج مازال بيعبد الأوثان هل الزوجة ها تعيش مع زوجها ولا بما انها قبلت الرب تترك زوجها م. كويس؟ هل الزواج دون يعتبر زواج مقدس؟ ولا الزواج ده مش زواج مقدس؟ الرب يسوع اتكلم عن الزواج. م. وما جمعه الله لا يفرقه انسان. الرب يسوع لما يتكلم عن الجزء ده لما كانش موجود أي وقتها في الـ الـ في فلسطين م. في اليهوديه م. كانش موجود لسه الجزء ده. م. انما لما خرجت الكنيسه وبدات تخرج الى العالم وبولس الرسول اصبح رسول للامم، بدات المشكله دي تظهر. اه. كويس؟ إيه. طيب نعمل ايه؟ فبولس الرسول بالروح القدس لانه قال في نهايه الاصحاح نفسه واما انا فلي واما نحن فلنا فكر المسيح، يعني م. انا مش بقول رايي اه, آه انا آه. بقول بقول ايه اللي اتعمل هنا، بس بيرجع يقول ولنا فكر المسيح، يعني اللي انا م. بقوله ده مش مش فكري انا الشخصي. مم. فقال دي مشكلة جديدة، هقول أنا بقى فيها كرسول للأمم إيه؟ مم. تحت إرشاد الروح القدس بما إنه ليا فكر المسيح، تحت إرشاد الروح القدس إنه هذا الزواج مقدس، إذا أراد الزوج الوثني أن يعيش مع زوجته المؤمنة فهذا الزواج زواج مقدس والأولاد مقدسين وهو مقدس فيها إذا أراد أن يترك فليترك مم. لكن الزوجة مش هي اللي تطلق جوزها ولا تترك جوزها لانها قبلة المسيح والعكس صحيح كويس. فالنص كله بيتكلم عن مشكله جديده واجهت الكنيسه وبعدين بيقول اما انا فلا اما, أما نحن فلنا فكر المسيح دي اهم ده جزء, جزء, جزء مهم جدا, جدا. ان احنا مساقين بفكر المسيح بالظبط يعني حضرتك عايز تقول انه لو كانت نفس الـ 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 الحادثه دي عرضت على المسيح في <applause> نفس ايام المسيح كان هيجاوب بنفس بالزبط. بالزبط. الطريقه اللي جاوب بوليس عليها بالظبط بالظبط تمام فده ده ده الفكره فده يرجعني الى انه الناتج اللي عندي الناتج اللي عندي نتيجه سياده روح الله م. على الكاتب البشري الناتج اللي عندي نص خالي من اي اخطاء م. الوحي بقى بيشمل ايه م. يشمل الالفاظ كلمات ودي اتكلمنا عنها ايوه مفيش فكره بدون كلمات م. تكوين الجرامر نفسه م. بتاع النحو نفسه لاي جمله مهم جدا الماضي بيديلك معنى غير الفعل المستقبل غير الفعل الماضي التام غير الفعل الحاضر كل فعل بيديلك معنى مختلف يعني انا حضر في ذهني حاجة انه حتى مثلا لما بنيجي نلاقي رئيس جمهورية بيتكلم في خطاب رسمي لبلده او لشعبه او حد في منصب دبلوماسي رفيع بيكتبوا له قبلها ناس متخصصين صيغه الكلمات اللي هيستخدمها مع انه عارف هيقول ايه وعارف العناصر اللي هيدور حواليها الموضوع وممكن يطلع من غير ورق يتكلم وهيصيغ الفكره اللي هو عايز هو عارف هيطلع يقول ايه لكن بيكتبوها له بالنص بالذات. علشان يطلع يوصل المعنى صح يعني يعني مشكله واحده من مشاكل ترامب يعني م. الارتجاليه قويتي. اه يعني اللي بيجي على دماغه يروح قايله بدون م. ما يراجعه بدون ما ممكن ده يدخله في مشاكل م. فاي نص مهما كان حابب توصله للناس انت بتختار الكلمات المناسبه يعني مثلا افتكر الدستور الدستور الامريكاني الكونستيوشن بيبدا ب كلمات افتتاحيه هم دول هم دول الاساس اذا اتغيروا اتغير كل معنى وي ذا بيبل احنا شعب. شعب. كويس وعلى اساس انه احنا شعب الدستور ده كله مبني على شعب لو كان قال وي ذا ليدر اور ذا جوفرنر يبقى ضيع بيح... المعنى بيبقى ضيع المعنى انت اختيارك للكلمه هو اللي بيحدد الدستور ده هيمشي ازاي والناس هتعيش ازاي وايه اللي هيحكمها من مبادئ زي ما حضرتك قلت ف... في البدء بالظبط الكلمه نفسها آه. مهمه آه. فانا عشان كده بقول ان الوحي وانا مش بقول الكلام ده ده الرب يسوع آه. احنا لازم نروح لكلام الرب يسوع فضل. الوحي ينطبق فقط على المخطوطات الاصليه يعني يعني ما تجيش عند النهارده ترجمه وتقول لي اه الترجمه دي أصل الترجمة دي مختلفه عن الترجمه ده زي ما قلنا ترجمه هي مجهود بشري م. لنقل النص من لغه الى لغه اشرنا ليها الحلقه بالزبط. اللي فاتت النقطه انما دي. الوحي مرتبط بالمخطوطه الاصليه مم. اللي كتبها بولس او كتبها اشعياء الى اخره. لما نيجي بقى لرسم توضيح الرسم التوضيح ده شويه يساعدنا. احطه الاول كله كده جنب بعض علشان ايه؟ يبقى وهنبداه من الله. الشمال لليمين. كويس؟ ايه؟ الله اه نبدا من عند الله. الله اراد انه يتواصل مع البشر. ها؟ مم. اراد الله انه يتواصل مع مع البشر الله هو منبع الوحي يعني الوحي ليس مجرد افكار انسان هو اراد انه يتواصل فهو منبع الوحي م. الله افكار في فكر الله الله عنده حاجات عايز يوصلها لبيتر عايز يوصلها للانسانيه عايز يوصلها لل... لل... للانسان م. كويس ف... فالله عمل ايه التوصيلة للانسان دي بنسميها الاعلان الالهي شايف الجزء اللي فوق ده آه آه. اسمه الاعلان الالهي ده اللي خاص بالله ومن قبل الله فالله بيعلن للانسان يعني م. من الله بيبقى في اعلان للانسان تمام الـ 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 الاعلان ده بقى للانسان بنسميه مجرى الوحي الوحي ايه جري من عند الله باعلان الى الى الانسان بيستلم بقى بالظبط آه. ده الكاتب البشري أوه. استلم من عند الله أوه. الوحي بقى كمان هو انه يتنقل من الانسان الى نص مكتوب يعني أوه. يعني لازم يتنقل من عند الانسان الى آه, الى الى نص الى نص مكتوب فده هنا يعني حضرتك عايز تقول ان الانسان بيستلم اعلان من الله ويسلمه كوحي بالظبط اه مش بيستلم وحي لا لا يسلموا يسلموا آه كنص مكتوب يحطوا على هنا ده الوحي ده الوحي لكن هو بيستلم اعلان هو بيستلم الاعلان اه بالظبط بيستلم الله اعلن عن نفسه، اعلن عن نفسه ازاي؟ اعلن عن نفسه بان أن... أل... الله اعلن عن نفسه في الطبيعه، اعلن عن نفسه بكلمات، اعلن عن نفسه برؤى باحلام، اعلن عن نفسه بكلمات مباشره، اعلن عن نفسه باعلانات مم. بملاك الرب، الله اعلن عن نفسه بانواع وطرق كثيره، زي ما بيقول الكاتب العبرانيين الله بعدما كلمنا قديما مم. بالانبياء وبانواع وطرق كثيره كثيره، يبقى الله استخدم طرق كثيره مم. يوصل بيها مم. اعلانه وصلت للنبي وصلت للانسان للكاتب البشري الكاتب البشري بقى بينقلها ينقل هذا الى نص مكتوب كويس لما يجي ينقله الى نص مكتوب بيجي هنا هنا سياده الروح القدس عليه وهو بينقل الاعلان الى نص مكتوب. ده حضرتك بتتكلم على الحلقه اللي في النص هي الانسان بالظبط او او هي الرسول او النبي الكاتب. أو طيب لما نيجي نتكلم عن المسيح في بشريته مباشره كلامه يعتبر إيه؟ اعلان ولا واحد هو طبعا اعلان 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 مباشر آه. اعلان و... و... والرسل اخذوا هذا الاعلان وصاغوه لنا في كلمات يعني الكلام الحق الحق اقول لكم مثلا ده كلام المسيح مباشرة ده كلام المسيح مباشرة يعتبر مباشرة. إعلان مباشر إعلان مباشر وكمان نص مباشر ونص كمان مباشر اه الاثنين يعني, يعني آه. آه. لأنه مش من خلال لأنه مش من لأنه خلال رسول أو نبي آه يعني بص ال ال واحد واثنين الله والإنسان اندمجوا مع بعض في المسيح يسوع. أيوه أيوه فأصبح عندي إيه؟ الصورتين أصبح عندي في واحد بدل ما يبقى عندي ثلاث حاجات عندي آه. حاجتين آه. اصبح عندي الانسان الكامل والاله الكامل يسوع وهو يقول كذا وكذا وكذا يبقى يعني الاعلان الالهي اندمج في في الوحي واتصغ مباشره لكن من انا يهمني لانه الرب يسوع لم يترك لنا نص مكتوب كويس الرب يسوع كان هو هو ال النص آه. نفسه آه. من راني فقد راى الاب مم. فهو كان الاعلان ال 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 اللي ترك لنا النصوص هم اللي استلموا اللي استلموا مم. فلما نتج 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 نتيجة الوحي وسلطان روح الله على الكاتب نتج عندي نص موحى به من الله وخالي اهم حاجة خالي من اخطاء خالي من اخطاء ليه كلامك حق ومش ممكن ابدا الله الذي لا يكذب لان الله ليس انسان فيكذب ولا ابن انسان فيكذب الله عمره ما يكذب فكيف لله أن يسمح للكاتب أن يستخدم كلمات غير حقيقية ها؟ لكي ما يوصل بيها فكرة ما وما كانش هو نفسه استشهد به أقوال في العهد القديم كان بيستشهد بها زي المزامير وأيوب ونصوص أخرى كان بيستشهد بها لفظا بالظبط فنروح لجزء آخر الكتاب المقدس قال لنا إيه ها؟ ده, ده, ده تعريف الوحي بحسب الكتاب المقدس كل الكتاب كل الكتاب موحى به من الله ونافع بالضبط كل الكتاب ما بس سفر من الاسفار كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لو رحنا بقى هنا يقصد بكل الكتاب العهدين العهدين كل الكتاب يشمل كل النص المكتوب مم. لو روحنا بقى الى جزء اخر مهم أو في بطرس الثانيه واحد لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان يعني مش انا انا كانسان بقى اردت أن اكتب نبوه لا مش هتجي لك نبوه مش تيجي نبوه من عند الله ممكن تبقى نبي كاذب ممكن تبقى نبي كاذب لكن مم. مش نبي حقيقي كويس ناخد مداخله تليفونيه ونكمل بالتأكيد معانا مداخله تليفونيه الاخ زيتوني اهلا بيك الو عسامة عسام دكتور عزمي اهلا بك يا اخ زيتوني أخ خطيتر اهلا بك ومرحبا بك مرحبا اخ زيتوني تفضل وبيك عايش بالله دكتور عزمي تتكلم عن الكتاب المقدس بالله اتركني اوضح شيء يقول في الاصحاح الخامس في مثل الاصحاح الخامس والايه السابعه عشر تقول آه لا تظنوا هذا بولس يقول آه 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 يسوع يقول لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء وعندما نتامل بالله انا اقرا بتامل في الكتاب المقدس آه ما جئت لانقض اي آه ما يسوع لم ياتي لينقض ان يلغي يعني ينقض أي يلغي ينقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم لا هذا, هذا يسوع يتكلم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس أي من الشريعة حتى يكون الكل فمن نقض فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى مم. وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات أوكي okay. وأما وذلك لا يوضح شيء فمن نقض إحدى هذه يدعى يدعى صغير ولكن أنتم تتكلمون عن بولس بالله بالله في هذه الآية ماذا يقول بولس في رسالة بولس الى آه يعني ان في الاصحاح الثالث ويقول اما ان احدا لا يتبرر عند الله بفعل الشريعه اي بالله آه آه هذا بولس الرسول بولس الذي تقولون بانه رسول بولس اي آه آه قد الغى كل العهد القديم هل المسيحية اليوم او احنا كما اقول لا توجد مسيحية على الارض اي توجد نصرانية هل النصارى اليوم آه تقيم التوراة هل تقيم العهد القديم من ذبائح ومن ختان أما آه أن بولس قد ألغى كل ما جاء أنتم تقولون عهد القديم طيب. وعهد أوكي. اوكي انا شكرا لك زيتوني بشكرك وصلت الفكره حاضر فكرتك وصلت كذا نقطة الحقيقة أول حاجة أخ زيتوني آه إحنا لسنا نصارى النصارى دول كانوا آه بدعة و... ودي البدعة اللي حربتها الكنيسة احنا يطلق علينا في الكتاب المقدس مسيحيين ولنا كل الشرف ان ننتمي للمسيح وأرجو لما تتكلم معنا تقول علينا ان احنا مسيحيين وليس نصارى أنا لا اريد أن أستخدم التعبير الإسلامي القرآني لأنه تعبير غلط كلمة نصارى ليست هي الوصف لكنيسة المسيح او للمؤمنين بالمسيح م. كويس وانت عارف انها لا تعود الى كلمه الى مدينه الناصره لكن لها اصول ثانيه اخرى فنحن مسيحيين تمام. كويس ولسنا نصارى مفهومك ده آه لازم يتغير الحاجه الثانيه لما يقول الرب يسوع لا تظنوا اني جئت لا تظنوا اني جئت لانقد لا, ل... لا جئت لانقد بل اكمل الرب يسوع هو فعلا تكميل الناموس، هو تحقيق الناموس، كل ما قيل في الناموس وكل ما تنبأ عنه الناموس والأنبياء عن الفداء وعن عمل الله في المسيح يسوع، الرب يسوع جاء لكي ما يتممه، لكي ما يتممه، والوحيد اللي عاش على هذه الأرض لكي ما يتمم الناموس كله هو شخص الرب يسوع، لكن بولس بيتناقش عن نقطة أخرى، هل الإنسان هل الانسان يتبرر قدام الله بحفظه للناموس ولا يتبرر قدام الله بالايمان بالله دي النقطه اللي بيتكلم عنها عشان كده انت بتاخد الايه يا زيتوني بعيد عن القرينه بتاعتها بعيد عن القرين بتاعتها وبيرجع هو لابراهيم يعني إبراهيم اللي هو أبو الأمة اليهودية اللي هو يعتبر عند اليهود الأب الكبير والمؤسس للأمة. بيقول إبراهيم لم يتبرر بالناموس إبراهيم تبرر بالإيمان كويس أما ليه الله أعطانا الناموس الله أعطانا الناموس لأنه الناموس بيكشف ضعف الإنسان فبيقود الإنسان الخاطي إلى الإيمان بالمسيح يسوع فده ده ده موضوعين مختلفين واعتقد اخ زيتون لو بذلت بس مجهود بسيط انك تقرا القرينه او تقرا تفسير للايه دي والايه دي كان كان الامر وضح بالنسبه لك كتير لكن عموما بشكرك على تليفونك. بيقول لنا الكتاب انه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الايتين دول مهمين جدا يا اخ بيتر لانه بيقولوا لنا اكتر من حاجه بيقولوا لنا اولا ان الوحي هو وحي ايه لفظي خليني اجل آه السلايدز اللي بعد كده الوحي اللفظي بياكد على اهميه اللفظ يعني ايه اهميه اللفظ اللفظ مهم اللفظ مهم الكلمه مهمه فما اقدرش ان انا اقول انه يهمني الفكره يعني بعض الناس قالت ايه؟ الـ الـ الكتاب المقدس فيما يتعلق بالله هو معصوم، اما فيما يتعلق باي شيء اخر فهو قابل للاخذ والعطاء. ده فكره اكثر ما تكون بعيده كل البعد حتى عن فكر الرب يسوع نفسه عن الكتاب المقدس. لان الرب يسوع قال يعني لا لا يضيع حرف ولا ينقص حرف يعني الحرف والكلمه في فكر رب يسوع مهمه مهمه جدا لو رحنا الى الايه بقى اللي هي اقول لك مثال توضيحي الاخ زيتوني جاب لنا غلاطيا في غلاطيا الرسول بولس بياكد عقيده مهمه جدا على 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 كانت الكلمه وردت بالمفرد ولا كانت الكلمه وردت بصيغه الجمع كويس يؤكد الرسول بولس تعليما مبنيا على لفظ واحد مكتوب بالمفرد لا بالجمع في قوله اما المواعيد في غلاطيا ثلاثه اما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله بالمفرد لا بالجمع ثم يوضح قائلا لا يقول وفي الانسال كانه عن كثيرين بل كانه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح يعني الرسول بولس وهو بيتكلم عن التبرير بالمسيح علشان يؤكد هذه الفكرة انه نسل إبراهيم ها هو رب يسوع وليس أنسال قال أن الكلمة دي آتت بالمفرد ولم تأتي بالجمع لأنها بتشير إلى شخص وليس إلى مجموعة من الناس فأن الكلمة جت بالمفرد ده مهم جدا فاللفظ نفسه لفظ نفسه لو اللفظ مش مهم يبقى ما تقدرش تبني عليها العقيدة دي فتحت باب للنقد وفتحت باب للشك فتحت باب للتعامل مع النص الالهي على انه نص كما لو كان نص شعر او او ادب او تاريخ او جغرافيا يعني عشان كده لما نيجي للكلمه اليوناني هنا الكلمه اللي هي موحى كل الكتاب موحى به ثيو بونستوس كلمه اليوناني دي كلمه اليوناني دي تعني انفاس الله أنفاس الله. م. النفس اللي خارج من الله وعشان كده هي بتركز لنا على إنه منبع الوحي ومصدره هو الله وليس الإنسان. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. م. مفيش نبوة جت في الكتاب المقدس بمشيئة بمشيئة إنسان م. عشان كده لما نروح الكتاب المقدس هو أنفاس الله ونفخة الله والبعض بيقول لا ده عامل زي ادم الكتاب المقدس عامل زي زي ادم لما ربنا خد التراب كده وعمل من ادم آه يعني نموذج ترابي آه. آه. وبعدين نفخ فيه نسمه حياه فصار ادم نفسا حي فهو ارميه كتب والرب خد اللي كتبه ارميه ونفخ فيه فصار اللي كتبه ارميه واحد ده فكره مش صح <applause> دي فكرة أبعد ما يكون حتى عن الكلمة نفسها الأصلية م. المستخدمة هنا لأنه مش اللي كتبوا أرميا ربنا نفخ فيه فصار نسمة حياة بل اللي كتبوا أرميا هو نفسه أنفاس الله وفرق كبير جدا طب في في برضه حاجه يعني بتتربط معرفش بشكل غلط او بصح مه. بيقولوا مثلا بما انه انه النبي او الرسول ايا كان بقى في العهد القديم او الجديد موسى ايليا متى مرقص بولس كلهم اناس ناقصين خطائين فبالتالي كل اللي بيقولوه هيكون ناقص وقابل للنقد لكن اقوال الله في العهد القديم او في العهد الجديد على لسان المسيح لا تدع مجال للشك ان <applause> يعني هي بدون اي نقد. طبعا دي دي ده فكره خطيره جدا م. ليه؟ اه كل انسان آه قابل انه يخطئ وموسى اخطا وايليا اخطا وداود اخطا وكلهم اخطا وبطرس اخطا انكر المسيح لكن انا بتكلم على حاجه مهمه جدا انا مش بتكلم على خطاه في الحياه انا بتكلم على كتابته للوحي م. كويس وبما انه هو بيكتب الوحي تحت سلطان روح الله م. فروح الله ضمن ضمن اللي ضامن الوحي مش الانسان اللي ضامن الوحي هو روح الله آه. ودي نقطة مهمة جدا م. روح الله هو اللي ضمن أنه النص اللي مكتوب يكون نص خالي من أخطاء حتى إذا كان من خلال إنسان ضعيف بالزبط. له بالظبط ضعيف لكن, yes. اللي ب... لكن روح الله اللي بيضمن صياغة النص الكامل البذق المعصوم ناخد آه. مكالمة تليفونية الأخ عادل من أمريكا أهلا بيك أخ عادل مساء الخير مساء النور أخ عادل اسمحوا لي اقول كلمتين بس شو يعني اتفضل الاول علق على الاخ زيتونه وبيقول الكتاب فلن تزول السماء الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد حتى يكون الكل يعني وطبعا في الصليب المسيح ألقى قد اقبل فلما يكون الكل معناها ايه؟ مم. خلاص الرموز تمت في المسيح النبوات تمت في المسيح الصليب يبقى كان الكل تمت النبوات سواء بالنسبه للناموس أيوه. او الانبياء. Yeah. فعشان كده الرب يسوع حتى لما لقى نبوه رأصه قال انا عطشان yeah. عشان يكمل mm. النبوات بتاعت العهد القديم. لكن الناموس لا يبرر، رموس رموز أيوه. التبرير موضوع اخر، لكن mm. نبوات الناموس لم تزول mm. وكلمات الناموس لم تزول لانها بتتم في شخص والانبياء ايضا لانها بتتم في شخص الرب يسوع. ده صح. اسمحوا لي اخش. أخش في كلمة تاني؟ أه طبعاً قسيس عادي عادل اتفضل شكراً يا يا دكتور الكلمة الثانية في أنفاس الله وأنا بشكركم من أنفاس وموثوقين كلمة مسوقين طبعاً الأسيس أشرف عارف كويس أنها مش انسان بيفكر انه عايز يكتب هيكتب آه. ده زي خشبه محموله في مجرى مياه بقياده الله مش اي يعني مثلا في تلاميذ المسيح ما كتبوش مش كلهم كتبوا يعني فمسوقين من الروح القدس بس عايز ارجع لأنفس الله الله نفخ مره واحده في التاريخ في البدايه في ادم آه. لما نفخ في ادم صار نفسا حيه آه. ولما حط أم... وطبعا نفخ الرب يسوع برضه في التلاميذ رو... عشان الروح القدس آه. لكن كمان لما حط انفاسه في التلاميذ عشان كده نقول كلمه الله حيه لان مم. فيها انفاس الله مم. حيه ومش حيه وبس مم. ده امضى من كل سيف ليه حدين حدي. يعني ليها قوي قوه خلاقه كمان تعمل الخليقه الجديده نقطه صغيره ثالثه بعد اذنكم اتفضل اه في احداث حصلت الكتاب ما قالهاش لكن مم. الكتاب امر بكتابتها خلاص أيوة. انا هحكي حادثه بسيطه مش هخش في التفاصيل بتاعتها لما سارة حطت آه آه فكره لابراهيم انه يدخل على هاجر عشان أيوة. يجيب اسماعيل آه. وبعدين سارة جابت اسحاق فيما بعد وبعدين قالت ايه هي قالتها مم. وهي لا تدري انها هتكون وحي من الكتاب قالت اطرد الجاريه وابنها آه. لانه لا يرث ابن, ابن الجارية, الجاريه مع ابن الحره مع ابن ابن الحره مم. الكتاب لما جابها بلاط الاربعه قال كل هذا رمز آه. عن هم مش جريمين آه. ولما جه ياخد الايه دي ما قالش صار قالت قال قال الكتاب الكتاب بالظبط يعني دي نقطه مهمه مم. جدا يعني حتى الاقوال اللي قالوها والرب عايز يستخدمها بيستخدمها بوحي بالزبط. مش قالتها صار لو خلاص اعتباطا هي ممكن تكون قالتها اعتباطا بداش دخل لكن في نفس الوقت الله هو اللي بيقود والله هو اللي بيعمل وبياخد الرموز اللي هو عايزها ويتممها بطريقته شكرك. الخاصه شكرك ونشكرك أسيس, اسيس عادل شكرا اشكركم لا لا بالعكس اسيس عادل انبسطنا بيك اسيس عادل صديق آه طبعا. قديم آه من ايام ابو ظبي ودبي ايوه آه كنا بنخدم مع بعض اكمل الفكره اللي قالها القسيس عادل أه أه الكلمة كلمات لأنه الكتاب ما قالش أفكار الكتاب لما كان بيتكلم على أن الله تكلم كان بيقول بكلمات ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات يعني حتى بالعبري إلهيم إيت هذا يعني الله تكلم بكل هذه الكلمات فالله عندما تكلم مع موسى ما تكلمش بأفكار وترك موسى يعبر عنها بكلمات الله عندما تكلم مع موسى اتكلم بكلمات كلمات محددة بجمل بمفردات بفوكابلري اتكلم معاه ووصل له اللي هو عايزه فلما كتب موسى كتب موسى كلمات الله مش أفكار الله وده نقطة مهمة جدا حتى لما نيجي مثلا الله بيتواصل مع البشر الله بيتواصل مع البشر باستخدام كلمات منطوقة لو أنت حابب تتواصل مع حد لازم تقول كلمات منطوقة ألفاظ جمل محددة كويس والحاجة الثانية أن اللغة البشرية ربنا استخدمها عشان يوصل من خلال الكلمات يقول الرب وقال الرب لي ده أرميا اللي بيقول ها قد جعلت كلامي كلمات مش أفكاري الرب بيقول أرميا ها قد جعلت كلامي في يدك شوف كمان الرب بيقول ايه؟ آه وقد جعلت اقوالي بيتكلم اشعيا وقد جعلت اقوالي في فمك ماي في فمك وبظل يدي سترتك لغرس السماوات وتاسيس الارض ولتقول لصهيون انت شعب يعني الرب ستره بظل يده علشان يقدم الرساله اللي عايز يوصلها بكل امانه لما نيجي كمان قال الرب هنا الإشعياء قال الرب روحي الذي عليك الرب بيقول إشعياء روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته فين؟ في فمك م. لا يزول من فمك م. الكلام مش مجرد أفكار يعني خليني كمان أقول أعدي دي وأقول حاجة تاني مهمة رب يسوع لأنه شهادة رب يسوع عن الوحي اللفظي مهم جدا فابتدأ يقول لهم أنه اليوم قد تم المكتوب مم. ما قالش انه يعني الافكار لا قد تم المكتوب، النص اللي اتقال عني في اشعياء 61 قد تم المكتوب في مسامعكم، وهنا كمان يقول ايه؟ واحد 21: وفيما كان الفريسيون مجتمعين سالهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطنا موطئا لقدميك يبقى قال الرب لربي يدعوه داود بالروح روح الله هنا هو اللي وضع هذه الكلمات على لسان داود خلينا نأخذ شاهد ثاني لان عشان عارف ان الوقت قرب يخلص للأسف. اما قراتم هذا المكتوب المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون استخدام الرب لكلمه مكتوب، اما قراتم يؤكد ان الرب كان يعود الى نص مكتوب وليس الى افكار. بشكرك يا دكتور اشرف. الوقت جري بينا الحقيقه في موضوع جميل جدا. في النهايه بشكركم مشاهدينا الكرام في كل مكان على متابعتكم لهذا البرنامج الى ان نلتقي معكم في حلقه جديده وموضوع جديد. لكم مني كل الشكر، الرب معكم.